أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يترك جماعة مسجده كل يوم في صلاتي الظهر والعصر، ويذهب للصلاة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز رغبة في الأجر، فهل فعله هذا مشروع أم هو من التكلف؟ هو إمام ولا مأموم؟ إن كان إماما فلا يجوز له هذا، يترك في الإمامة ويروح، أما إن كان مأموما فلا بأس، هذا زيادة خير. نعم.